واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الإسلام ودين الله هو الحق الذي لا ريب فيه، من استقام عليه فله الجنة ومن مات على غيره فله النار. النعمة كبيرة الهداية للإسلام، أعظم نعمة وأكبر نعمة الهداية للإسلام. قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول. معنى ذلك تشهد أن الله هو المعبود الحق، هذا معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش، تشهد أنه معبودك الحق وأنه إلهه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كله باطل. العبادة حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا الله. له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء وكله لله وحده، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أشهد أنه لا معبود حق إلا الله، إلا وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي هو رسول الله، هو خاتم الأنبياء، هو رسول الله وخاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.